السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أننا كنركز لكم على هذا المشروع هذا ديال إعادة تهيئة محيط ملعب أدرار وتشييد ملاعب، أنا كنهضروا على هذه الملاعب، هذه تشييد ملاعب تدريب بمواصفات فيفا، فإننا اليوم غنجيب لكم واحد المعلومة جديدة، هو أن الشركة اللي شد لا سوتريتونس من عند تي جي سي سي الاسم ديالها هو كات ايكيبمون. تحيه لهذه الشركه هذه والعمال ديالها والمسؤولين ديالها اللي عطاونا المعلومات على هذه الشركه هذه، وكنتمنوا لهم النجاح والتوفيق في المهمه ديالهم. كما كتشوفوا معايا هنا الحفر متواصل، في غالب الاحيان هنا غادي يكون ان باركينغ. مازال ما عندي الخبر اليقين، وراه حتى واحد تقريبا ما عنده الخبر اليقين من غير المسؤولين على هذا المشروع هذا، ولكن في غالب الاحيان هنا غادي يكونوا ثلاثه ديال الملاعب ديال التدريب، ما غاديش يكونوا في ذاك لو سونس، غادي يمشيو غادي تحيدوا وغيداروا بحال قلتي الشبكات غيكونوا في هذا الكوطي هذا، فهمتوني؟ غيكونوا ثلاث ملاعب ديال التدريب، وهنا غيكونوا دي باركينغ وغادي يكونوا مساحات خضراء. المهم حنا غادي نتبعوا معكم المشروع حتى الاخر، والا كان شي جديد راه غادي تشوفوه على ارض الواقع، ماشي زعما كاين دابا اللي غير كيبقى يسميتو نورمالمون تجي وتصور وتسول المسؤولين وتتبع الحدث من الاول حتى الاخر. بالنسبه للموقع كما كتعرفوا هذاك راه ملعب ادرار، راه هو كيبان لكم ملعب ادرار اللي بالمناسبه راه كما كتعرفوا راه غادي يحتضن نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025، وإن شاء الله إلا بقينا حيين إن شاء الله راه غادي ندخلوا لهذا الحدث هذا ونتفرجوا فيه، في انتظار أن الملعب إلى تهيئ، وراه دابا راه إن شاء الله راه بدات إعادة التهيئة وداروا ديك القرية الرياضية اللي قالوا، داروا ذاك المركب الرياضي، وهنا غادي يكون المركب الرياضي قال لك فيه 400 هكتار، المركب الصحي. إذا راه إن شاء الله ما يكون غير الخير في هذه المدينة هذه، حنا كنتمناو الخير لهذه المدينة على جميع الأصعدة، على الصعيد السياحة، على الصعيد الاقتصاد، على الصعيد جميع الأصعدة، الصعيد الرياضة، كل شيء. راه الرياضة راه واخا هكاك، واخا هي ماشي جزء أساسي، ولكن هي راه كتجيب لنا السياحة. حنا كنعرفوا بأن راه ماشي الرياضة هي كل شيء، المهم هو التعليم، وهذه المناسبة هذه كنتمناو، انا شخصيا كنتمنى ان التعليم تحل الازمه ديالو اليوم ان شاء الله، ورجعوا الاقسام ديالنا، راه توحشنا التلامذ صراحه، راه 3 شهور هادي وحنا جالسين بغينا نرجعوا، راه صافي راه حققنا المطالب ديالنا وبغينا نرجعوا الى نخدموا مع اولاد الشعب اللي تابعينهم الباك، كاين اللي تابعوا السانكيام وبلا ما يتبعوا لا باك لا سانكيام، راه المهم القرايه راه كما كنقولوا دائما في الفيديوهات السابقه تكلفه الجهل اكبر من تكلفه العلم، والدليل على ذلك هما هذوك اللي كيكتبوا لي في لي كومونتير وكنحيدهم كاع ما كنتسوق لهم. قال لك اسيدي علاش كتهضر بالفرنسي اللغه المستعمره؟ اولا انا اعتزوا باللغه العربيه الدارجه اللي هي اللغه الام ديالي، ثانيا اللغه الفرنسيه لا ادعي انني اتقنها، غير كنعرف نقراها وكنفهمها، غير باش تفهموا هذه المساله هذه. واللغه الفرنسيه ليست لغه المستعمره، هي لغه اجنبيه كنتعلموا لها وكنفهموا من خلالها مجموعه من الاشياء، كما انني تعلمت اللغه الانجليزيه وكناكل بها طرف الخبز، صافي بوان فينال. اما انا اللغه الام ديالي هي اللغه العربيه الدارجه، وهي باش كنهضر وهي باش كنحس بالراحه ديالي، صافي لا لونغ فرونسيز حتى هي دابا راه كناكل بها طرف الخبز مع هذا اليوتيوب هذا، مالها كنقرا بها لي زارتيكل وكنعمر بها الراس ديالي. الا قال لك اسيدي اللغه الفرنسيه لغه المستعمر، لغه ما بيناش نخسروا الهضره، دابا كاين معنا الناس اللي بعقلو. كما كتشوفوا معايا نرجعوا للموضوع، انا الشركه اللي قلنا لكم السميه ديالها سوتريتون ها هي، جبنا لكم الاسم ديالها اللي هو كات ايكيبمون، تحيه لهاد العمال ديال هاد الشركه هادي، وراه جو بونس من خلال المسؤول على الورش راه تلقى معايا وقال لي بانهم خدامين حتى مع تي جي سي اسمحوا لي في ذاك المستشفى الجامعي سي اش او. نتمنوا ان شاء الله ان هذاك المستشفى الى تحل راه غادي يعطي اضافه لمدينه
اكادير. يعني كما كتشوفوا معايا هنا الحفر متواصل، وحنا راه غادي نتبعوا لكم المشروع من الاول حتى الاخر. كما كتشوفوا معايا الجرافات من نوع الكاتر بيلار اللي كما كنقولوا شركه امريكيه، والمان الحافلات شركه المانيه. كل شيء هادشي ان شاء الله غادي يكون في الصالح ديال مدينه اكادير. مدينه اكادير اللي ان شاء الله غتعرف لها واحد لا ترانسفورماسيون توتال، واحد التحول كامل، وذلك بفضل الاراده الملكيه ديال الملك محمد السادس اللي سنى ديك لا كونفونسيون في لو 4 فيفري 2020. وهذه المسائل هذه راه مهمه، هذه المسائل مهمه ومهمه بزاف. علاش؟ راه كون ماشي ديك لا كونفونسيون كون راه هزنا الماء، راه جميع المسؤولين اللي كانوا في مدينه اكادير، جميع المسؤولين اللي كانوا في مدينه اكادير راه خرجوا على المدينه بدون نقاش. لا الولاة لا هذوك اسميتهم رؤساء المجالس البلديه، حتى واحد فيهم ما دار شي حاجه للمدينه. ما عمر كان عندنا طريق المداري الشمالي الشرقي، ما عمر كان عندنا الاشغال بحال هادو ديال التيران، ما عمر كان عندنا اعاده تهيئه وتوسيع الطريق السريع الحضاري، ما عمر كان عندنا البي اشينيس. اتجه الملك وقال لهم ديروا هذا الشيء. باش نكونوا صراحه، اذا حنا كنشكروا الملك محمد السادس، وكنتمناو انه يقوم بالزياره لمدينه اكادير باش يشوف هاد الاشغال هادو فين وصلوا. كيفاش كيجي الملك وقبل كاع ما كيجي كتكون حاله استنفار قصوى، كلشي كيبدا كيترعد، كلشي كيبدا يخاف. والدليل على ذلك هو ما وقع لرئيس الوداد، عات في الارض فسادا، وهو شدته الشرطه القضائيه، هو واحد مول واحد الشركه ديال هاد الشينيت ديال لي ترافو بعيوي، هو خوه اللي هو رئيس جهه الشرق، هو شدوه، هو دابا غيمشي لحبيب بيس العكاشه ونقول ليه ينفعوا داك الفلوس ديالو. هذا الشيء دابا بنادم انا ما فهمتش انا علاش عزز عليه بدا يعرف. هو الاتجار الدولي في المخدرات، هو ما عطاش داك الشيء التجار في البشر، تزوير محاضر رسميه. مالك اخويا بنادم انا مصورتي 30 درهم 40 درهم 20 درهم 50 درهم في النهار قنع بها، وانت بغيتي دي الملايير ديال الملايير. ما شوف دابا مساكن هاد الخدامه هادو دابا شحال كاع باش يكونوا خدامين، 100 درهم 150 درهم، لكن حلالا طيبا، حلالا طيبا، وعاشي الله في مع راسه. يا سلام. اذا هو هذا الورش كما كتشوفوا معايا، تحيه للشركه ديال كات ايكيبمو من هذا المنبر. الفيديو غادي تكون فيه 10 دقائق، ادعمونا بلايك. انا راه كنديبلاصاو كنصورو لكم، ما تسحبوش كنصورو شي حاجه في هذا الشيء، راه يلاه كتصورو فلوس المازوت وما كنطلبو حتى واحد، حتى واحد ما كنطلبو، لا دير لينا هذيك صيفط لينا الفلوس لا شي والو. هنا القناه غادي تطلع بوحدها الا بغى الله. حنا وصلنا 5000 ابوني غير بالضحك والله. شوف 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 لفان الفيلم كاتي كيبمو غادي كدير هادشي. شوف هاك تربي لا هو كاميو فين غادي سير الله سير اخويا الله يسهل عليك. راه هو الدوزيام فين واقف اليوم، راه السبت بعدا لو 23 لو 23 2023، باقي 7 ايام من راس العام. لا تيت دو لاني كما قال لي هذاك. هو هذا ثاني جاي لهنا، هاي بلاصتي تبارك الله عليهم. هذا الفيديو الاول، قد عندنا الوقت غادي ندير لكم الفيديو الثاني ان شاء الله. ما بقاش ادعمونا بلايك سير الله. شوف شوف كنفرح انا فاش كنشوف هاد الجرافين هادو كيخدموا. انا راه من النهار عقلت على راسي، والحلم ديالي هو ان اكادير افونسا ويكونوا فيها الطرقان ويكونوا فيها. شوف الكاميرات راه هما فين غادي شتو. هما دابا غادي يمشيو بنظام وانتظام بحال داكشي ديال المسيرة الخضراء من 1975. غادي نترى المسيرة هادي بالنسبة لمدينة اكادير، وبداو تعيبوا لينا حنا التيران ديالنا وتقولوا لا راه صحراء قاهلة. غادي تشوف انت دابا الصحراء القاهلة غادي يولي هنا ان شاء الله. يا سلام.
ما كاين باقي لا صحراء قاحله لا صحراء. ما كل كاميوات فين غادي شفتو راه ما كاين اخويا واحد البارح تلاقيت معاه في واحد الورش قلت ليه راه عندي القناه وهذه قال لي راه خصك تشري ستابيليزاتور كتسحبني دابا واش كتخلص هنا بالاورو واش كنشد شي 6000 اورو والله العظيم العظيم هاد المغاربه هادو راه لف هاد الفيلم شري ستيب لا غادي نشري الايفون برو ماكس 15 سامسونج شريناه بواحد 3000 درهم معدين به قادين به الغرض قادين به الغرض الخوت بازون بروبليم راه كما كتشوفوا لي ايه دابا فاش كيخويو الحمولات تما اللي كيقادو تما بدينا عقلتو على سمية الشركة الكات ايكيبمون تحية للشركة ديال الكات ايكيبمون المقر ديالها هو كازا ما شغلناش تكون في كازا ولا تكون في واد الزم ولا تكون في نيميلا ولا تكون في المكان المهم هو الشركة تكون كتخدم الريزلتا فينال هو اللي كنشوفو راه موجز النيت راه ماشي اكادير وغالبية ديال الشركات ماشي اكادير ولكن حنا بغينا نشوفو الريزلتا فينال اليوم السبت الخوت ما تنساوش اليوم ارسنال مع ليفربول لقاء القمه البارح استون فيلا تعادلوا دابا خاصو سيتي داو هذيك كاس العالم الانديه كما كان متوقع 4-0 الاهلي ربحوا 4-2 الكره الخوت واخا راه فيها الفلوس فيها الفلوس شوفوا دابا هذاك رونالدو مسخط الوالدين كريستيانو 200 مليار باش شرا في السعوديه 200 مليار واخا يخدموا هذه الشركه هذه مساكن ياتهم كامله ما يصوروها صوره هو عارف هنا اذا هو هذا الفيديو الخوت الصباح هذا شطنا معكم حنا معكم شكرا لكم والى اللقاء.